سيزون 2015 اكتر سيزون عملت فيه خمس مسلسلات. كل الناس بتسالني مين اهم نجم اشتغلت معاه في السنه دي، بقول لهم شيرين عبد الوهاب. ومن اكتر الناس اللي انا استمتعت معاها تماما تماما والله، لو قالوا لي فيها العبر انا بحبها لدرجه اوفر. اولا فكره ان هي تمثل ولا ما تمثلش، مع احترامنا لكل اساتذتنا العظام، عبد الحليم حافظ ما كانش اعظم ممثل في جيله خالص. افلامه كانت بتنجح وافلامه لغايه دلوقتي لسه عايشه، واحنا بنتفرج اجيال واجيال واجيال بنتفرج على افلام عبد الحليم، احنا عارفين هو مش ممثل عظيم بس احنا حابينه صح. فما نجيش بقى عند شيرين ونوقف الدنيا، ده رقم شيرين او غيرها. هو تامر حسني مع ان تامر شويه كممثل بقى شاطر، بس ما ينفعش اجي. وزمان حصلت تجارب تانية لما بيطلع بعض المطربين بدون ذكر اسماء يعملوا افلام وتفشل جدا جدا، بنقعد نرفع السكين. طب ما ده حصل زمان، ماهر العطار عمل افلام، عادل مأمون عمل افلام، عادل مأمون مثل يا سيدي، فريد لطش مثل، في ناس كتير، ولكن عادي. ولكن انا شايف ان هي في طريق كانت تجربه كويسه جدا ليها جدا. وبصراحه هي كانت مش اصل طريق انا حاضره من ايام ما كان لسه فكره وبتتكتب. فكنت انا ومحمد شاكر وشيرين بنعمل بروفات مع بعض كتير، كانت مجتهده لاقصى درجه، مجتهده جدا، اجتهدت قوي، عملت اللي عليها وطلعت بنتيجه كويسه. شيرين دخلت قلوب الناس بالزياده في طريق. ان النتيجه مش 100% مش هاد. في ممثلين عباقره ما بيوصلوش ل 50%، وانت عارف ان ممثل جامد وليه اعمال بتخونه صح. فان هي البنت كان عندها ازمه في فيلم قديم، هي كانت نفسها تغير الصوره دي وعملت ده، وانا شايف ان هي غيرت بزياده. وفي مسلسل حقق نجاح مش طبيعي، ما كانش حد متوقع. انا كنت شغال مع شركه بعمل مسلسلين، شركه الانتاج دي كانت بتعمل الكابوس وطريق، فما كناش انا ما كنتش متوقع ان الكابوس ده من اكتر المسلسلات اللي انا تعبت فيها كممثل. كان دور صعب جدا عليا، كنت حبه جدا وكئيب ومتعب. المسلسل ما نجحش زي طريق نجح، كان وشه حلو، كان فيه توليفه حلوه جدا 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 جدا، كان فيه انسجام ما بيننا كلنا، كان فيه حميميه زياده عن اللزوم. ده على مستوى طريق يعني. عندي بنوتين. في يوم، اليوم الوحيد في حياتي اللي جه حد زارني من اهلي في اللوكيشن، عشان كنا مصور جنب البيت عندي، فبنوتي موجوده ومراتي وكده. فاول ما شيرين شافتها، هي بنتي، بيقعدوا يقولوا لي بنت شبه شيرين، مش فاهم ازاي، ما تسالنيش المعلومه دي. كل الناس مصممه ان هي شبه شيرين، كانوا عايزين يعني، كانوا لدرجه ان في لحظه فكروا ان هم يخلوها تعمل شيرين وانا صغيره خالص، بس هي نون او تعمل لي انا وانا صغير يا شباب. فيه عملت شيرين قلع سلسلتها واديتها لها هديه. دي شيرين بقى، ما تفكرش، هي عندها ميزه يا رب تبقى عند كل النجوم اللي في العالم كله. هي كسره شويه فكره النجم، وده اللي احنا مفتقدينه. احنا للاسف بقينا طول الوقت فكره النجم محطوط في علبه ازاز. هي كسره، هي ما عندهاش الحاجات دي خالص. هي ممكن تبقى تتكلم، كلنا بيخوننا التعبير احيانا، واحنا بنتكلم ممكن نغلط نقول اي حاجه. فهو انت نجم؟ لا ما ينفعش، انت قدام الناس شكلك فنان القميص اللياقه، لا ده لطيف جدا على المجلات بس مش اللحم والدم بقى يعني، ما خلاص هيبقى مسخ. ودي كانت عظمه احمد زكي الله يرحمه، كل المقربين ليه قالوا لنا كده، انه كان طول الوقت فاكك تماما، وده اللي بيحافظ على الانسان. وطول ما انت بني ادم كويس هتعرف تبقى فنان كويس، فنان توصل للناس. دي من ضمنه، وعشان كده الخوف على رمضان من هنا، ان انت واصل للناس جدا. فخلي بالك، افضل محافظ على ده. الحمد لله انت محقق حاجه مش بسهوله. وهو نفسه بيقول لك انه هو ضغطه انه مره واحده طلع في سن، في وقت قليل، في سن صغير بقى عنده مسؤوليه حد، واحد عنده 28 سنه بقى عنده مسؤوليه حد عنده 48 سنه. النجوم اللي محققين في السن ده اللي هو حققه، فعندك خوف حافظ عليه. شيرين محافظه على ده. نبعد بقى عن كل الكواليس، تعال نتكلم بشكل فني. هي الست فنيا عامله ايه؟ انسانيا ما لناش دعوه، الناس بقى تقعد تعلق اصل هي بتعمل اصل يا معلم خلاص ما تفرجش عليها. اسمعها بس. اعظم مطربه في العالم مين؟ يعني ام كلثوم وفيروز؟ اما بتشوفهم ما بتنسجمش، تقول الله بص وقفتها، بص حلاوتها وهي بتغني، ما بنعملش ده. انا ما بسمعش غير فيروز في حياتي. مش هقدر اتفرج على فيروز كتير بتغني. انا حر.